بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين جميعا. كل سنة وانتم طيبين جميعا. انت بخير والسلام. اسمحوا لي بس ان انا الحقيقة الاستقبال بتاعكم استقبال جميل قوي ورائع. وقد ايه ان احنا نحب بعضنا امر جميل امر جميل. واحنا والله بنحبكم. واحنا والله بنحبكم. ف زي ما تعودنا كده في الاعياد في بدايه كل سنه نيجي نحتفل معاكم ونهنيكم ونقول عيد ميلاد وعيد مجيد ويوم سعيد وسنه سعيده علينا كلنا. انا يمكن عايز اتكلم معاكم كلمتين صغيرين خالص. انا مش هعطل قداسة البابا ولا اعطلكم عن صلاتكم. يعني الموضوع الاولاني اللي انا عايز اكلمكم فيه، اسمحوا لي، يعني ان احنا لازم دايما نبقى مخلين بالنا من علاقتنا ببعضنا ببعض. انا بكلم كل الناس، لازم اذا كنتوا إذا كنتوا بتحبوا ربنا حبوا بعضكم. إذا كنتوا بتحبوا ربنا حبوا بعضكم. ما تخلوش الكلام اللي أنا بقوله ده، مش بقوله لحد بعينه، أنا بقوله لينا كلنا. ما تخلوش حد أبدا أبدا يدخل بينا ويحاول يوقع بينا ويحاول يعمل فتنة بينا. إحنا البلد دي بلدنا كلنا، زي ما انا قلت لكم مره قبل كده، وهتفضل بلدنا كلنا. لا حد فيه ليه زياده ولا حد ليه نقص، صدقوني. الكلام ده احنا الكلام ده بقت ثقافه وتبقى عادات وتقاليد بينا، ان احنا دايما مع بعض، ودايما كل واحد فينا عارف ان هو زيه زي اخوه، لا ليه زياده ولا ليه نقص، محدش نقص، كلنا زي بعض ان شاء الله. دي الرسالة الأولانية، دايما تخلي بالكم. وأي محاولة للفتن أو الوقيعة ننتبه لها، ويبقى مخنا وقلبنا أكبر منها، مخنا وقلبنا أكبر منها. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية، أنا شايف المصريين قلقانين. يعني أنتوا قلقانين من إيه؟ قلقانين من إيه؟ صحيح. لا طبعا مفيش مجال للقلق لسبب واحد. مفيش مجال لينا ان احنا نبقى قلقانين لسبب واحد. ايه هو السبب ده؟ ان احنا مع بعض. احنا مع بعض، وطول احنا مع بعض محدش يقدر يعمل فينا حاجة. وربنا سبحانه وتعالى أراد إن احنا نكون في ظروف صعبة، زي ما انتم شايفين حوالين مننا الدنيا عاملة ازاي، بس ده لينا وعلينا. لينا إن احنا ناخد بالنا، لينا إن احنا ننتبه، لينا إن احنا نلاحظ ونقول كان ممكن يبقى حالنا كده؟ أيوه. كان ممكن تبقى ظروفنا كده؟ أيوه. طب اللي علينا إيه؟ إن احنا نخلي بالنا من بلدنا. طب في خطر او مخاطر؟
طول ما احنا مع بعض وطول ما الشعب المصري ايد واحده محدش اسمعوا. طب اقول لكم، طيب محدش يقدر يعمل معانا او فينا حاجه، ولا حد يقدر يعني يجرجرنا هنا ولا يجرجرنا هنا. احنا قادرين بفضل الله سبحانه وتعالى وبدعوات الناس الطيبين زيكم ان ربنا يلهمنا الصدق والبصيره ونبقى شايفين وفاهمين كويس قوي الاجراء الافضل اللي ممكن نعمله. دي نقطه. النقطه الثانيه، لازم تعرفوا ان احنا زي ما قلت مره قبل كده وبكررها لكم بفكركم، بس احنا بنتعامل بشرف في زمن مفيش فيه شرف، مفيش فيه شرف. بالتالي ربنا موجود فوق ومطلع علينا، ولا يمكن ابدا ربنا ينصر الا الاشراف والمخلصين والامناء والمحبين لبعضهم البعض، كلنا مع بعض. انا مش عايز اطول على قداسه البابا، كل سنه وانت طيب، واسمح لي ان انا يعني اقول لك ايه، كل عام وانت طيب، كل سنه وانت طيب قداسه البابا، وارجو ان الورده دي تصل لكل المصريين. كل سنه وانتم طيبين جميعا.